بالنسبة لطلبتي الصف اللي هو السادس والسابع، احنا في الأيام الماضية احتفلنا احتفال بسيط فيما يخص اللي هو طلبة الصف الأول اللي هو حتى اللي هو الصف اللي هو الخامس بتسليم اللي هو جوائز للأوائل، الأوائل الثلاثة الأوائل على مستوى اللي هو الصفين اللي هو السادس واللي هو السابع، ما يخص اللي هو نتائج اللي هو الفصل النهائية. هذه صحائف تثبت انك نجاحك من عدمك في الفصل الاول والفصل اللي هو الثاني. ما زال امامهم صحائف وهذه المحجوزات، اما بقيه الطلبه في روايات، في قصص، فيها برامج، هذه تزيد تفتق ذهن الطالب وتخليه انه هو يقدر يعبر ويقدر يتكلم ويقدر. سراج رجب يوسف. سراج تفضل يا ساجد استني درس زكي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. طلاب الاعزاء مدرس قبل المعلم للأسف أتقدم بجزيل الشكر للمدير أستاذ محمد حسين القوي على اهتمامه بنا. في هذا اليوم المبارك تم تكريم الطلبة الأوائل بمدرسة عقبة بن نافع، وأنا أحد أولياء الأمور، أحد أولياء أمور الطلبة المتميزين رجب يوسف الشيخ علي أبنائي في هذه المدرسة. أتقدم بالشكر إلى مدير مدرسة عقبة بن نافع وأيضا المدرسين والمعلمين والأبلات، وأتقدم إليهم جزيل الشكر والعرفان لما قدموه لأبنائنا من أجل التفوق في دراستهم وإن شاء الله بالمراتب العليا.